Medan solen brann innan fåglarna började sjunga. Bergatrollet friade till Fagerungers Sven. Hon hade en falsk ligertunga. Hermannelig, hermannelig, tro loven i mig för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. يو السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في اول حلقه من برنامج هونوز. هذا البرنامج اللي كنسلطوا فيه الضوء على مجموعه من الشخصيات اللي مروا في التاريخ واللي خلاو واحد البصمه تاريخيه. الشخصيه اللي غادي نتكلموا عليها اليوم هي واحد السيده اللي خلات بصمه تاريخيه في شمال افريقيا بل وفي العالم ككل بالحنكه ديالها والقوه اللي كتميز بها، خصوصا فيما يتعلق بمساله تدبير الازمات. هي مقاتله امازيغيه شرسه لقبها العرب بكاهنه البربر، والامازيغ سموها ديهيه. كاين اللي قال بلي هي مقاتله جسور وكاين اللي اعتبرها ساحره، ولكن كلهم اتفقوا على انها من اشد النساء قوة على مر العصور. أجيو معايا كاملين تعرفوا على قصة الملكة ديهية. العرب كيسميوني الكاهنة يعني الساحرة، كيعرفوا بأني كنتحدت معكم وانتم كتسمعوا الكلامي. كاين دهشوم اللي كيشوفوا مرأة هي اللي كتسيركم، حيت هما تجار وعبيد كيحجبوا النساء ديالهم باش يبيعوهم بأحسن ثمن. أجمل بنت بالنسبة لهم كيعتبروها سلعة، كيحرموا عليها تكلم أو يسمع لها شي حد، وكيتصدموا ملي كيشوفوا مرأة حرة. أنا في نظرهم هي الشيطان. ديهية في القاموس الأمازيغي كتعني الجميلة. تزادت في سنة 585 ميلادية وخلفات الزوج ديالها إكسيل في الحكم من بعد الموت ديالو على يد القائد العربي حسان بن نعمان، باش تشد زمام الأمور من بعد ما بيعها الأمازيغ باش تشد أو لا باش تحكم شمال إفريقيا لمدة 35 سنة اللي شملت فيها تونس وجزائر وجزء من ليبيا. دي هي فارسة الأمازيغ، كتركب الحصان وكتهز السلاح باش تدافع على أرض أجدادها من الأوراس حتى طرابلس. هكا وصف ابن خلدون الملكة الأمازيغية اللي قادت القبائل لمواجهة الروم والبيزنطيين ومن بعد منهم العرب، مع أنها اعتلت عرش الأمازيغ وفي عمرها 95 سنة كانت حاضرة في عدة حملات ضد الروم، فاش كانوا محتلين جزء كبير من الأراضي الأمازيغية. والمفاجأة أنها استطعت تسترجع الأراضي ومكبدة عدة خسائر فادحة للروم باش توسع المملكة ديالها اللي ولات كتشمل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، باش تاخذ مدينة خان شلاف الأوراس عاصمة ليها. ماشي غير هنا فين توقفت الانتصارات ديالها، أيضا تخيلوا معايا أنها قدرت تهزم حسان بن نعمان عام 693 ميلادية وخرجته هو والجيش ديالو من تونس حاليا، وعاودوا مواجهة أخرى بواد مسكيانة في ليبيا، وكالعادة قدرت تهزمه اللي خلاه يتراجع لغرب ليبيا، وعلى ما قالوا أنها فرجت على 80 أسير من المسلمين. من بعد 5 سنوات القائد حسان بن نعمان قرر أنه استرجع الأراضي اللي خسرها، فاش قاد الجيش ديالو السيد ما انفكش السيد وجد الحرب مرة أخرى وجاه المدد من الخليفة عبد الملك بن مروان، لكن هاد المرة دي هي غتستخدم الحنكة والذكاء ديالها باش تردعو، فتبعت سياسة الأرض المحروقة لأنها كانت كتشوف يعني بأنه دوك الخيرات اللي بالأراضي الأمازيغية هي الدافع ديالهم باش يهجموا عليها. هاد الإشكال خلاها أنها تقرر تقضي على ديك الخيرات بقطع الأشجار وهدم المحاصيل الزراعية من طرابلس حتى لطنجة، الأمر اللي غضب الأفارقة ولو كيعتقدوا أن الملكة تصطاد، فكان اللقاء المصيري اللي انهزمت فيه دي هي برغم المقاومة ديالها نظرا للجيش الجرار اللي جاب معاه والإمدادات اللي تحصل عليها
تسمات هذه المعركة بئر الكاهنة عام 712 ميلادية، وكان في عمرها في ذاك الوقت 127 سنة، بحكم أنها تقتلات وطرمات الجثة ديالها في بئر، لذلك تسمات ديك المنطقة بئر الكاهنة. ما نكروش عدة عرب ومسلمين قوتها وحنكتها، بل وأنه تنقلت خبرها بكسب احترام العدو والصديق، لأنها كانت تدافع على قضية شعبها اللي آمنت بها. إذن شنو هو الرأي ديالكم انتوما في الملكة دي هي وهذا الشيء كامل اللي دارت؟ خليوا لنا الاراء ديالكم في التعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع شخصيه جديده. لا تنسى الاشتراك على قناتنا نبيل ارت وورك والضغط على زر الاعجاب دعما وتشجيعا لنا.